مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص النهاردة يوم مهم جدا، مباراة مهمة جدا، الأهلي والوداد، ومش هبقى ببالغ لو قلت إن في ناس كتير قوي مش عارفة تنام من امبارح، سيناريوهات كتير في دماغ أصغر مشجع أهلاوي الأكبر واحد فيهم. المباراة هتمشي إزاي؟ إيه اللي هيحصل؟ محتاجين إن إحنا نسجل في مباراة الذهاب وما يدخلش فينا أي جول. طبعا خلاص 3 ساعات بتفصلنا عن مباراة الأهلي والوداد في مركب محمد الخامس الخالي من الجماهير الحمد لله. وطبعا يعني أنا يمكن بتابع كورة بقالي كتير جدا، بس ما افتكرش إني شفت بطولة دوري أبطال أفريقيا عليها الزخم زي اللي حصل السنة دي. 4 فرق أقوياء وكل فرقة ليها دافع ان هي تفوز بالبطولة السنة دي. نادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا غايبة عنه من 2013، ودي يمكن ما حصلتش يعني قبل كده. فالحقيقة كل الجماهير وكلنا واللعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة كل التركيز بإذن الله على الهدف الأكبر، وهو هدف دوري أبطال أفريقيا، وكلنا ثقة في الجهاز الفني وفي اللعيبة. على الجانب الآخر الوداد عنده طبعا الدوافع اللي تخليه يبقى عايز يفوز بدوري أبطال أفريقيا، وطبعا منها إنه خسر البطولة في النهائي السنة اللي فاتت وخسر الدوري على آخر ثانية السنة دي، وده بيديله حافز إن هو يصالح جماهيره. ولكن بإذن الله البطولة بإذن الله أهلاوية إن شاء الله.